من 2011 ل 2013 اتعرضت مصر لفترة عصيبة جدا، توغلت فيها قوى الشر وخرجت من البحور، وسجلت مصر معدلات جريمة عالية جدا. ومن 2011 ل 2014 سجل الاقتصاد المصري خسائر ب 450 مليار دولار. الإرهاب كان حوالينا في كل مكان، وكان التحدي كبير، ضحينا فيه بالعديد من المصابين والشهداء عشان يرجع تاني الأمان لأرض مصر. وبالفعل نجح جهاز الشرطة في ملاحقة العناصر الإرهابية وضبط معسكرات تدريبهم وكشف هياكل الجناح المسلح لأهل الشر. ولأن هدف استعادة الأمن للشارع المصري كان أولوية، اعتمدت الدولة المصرية رؤية أمنية قائمة على التحول الرقمي في كافة مجالات العمل الشرطي، من خلال تطوير وإنشاء أقسام ومراكز الشرطة مع تعميم كاميرات المراقبة في الشوارع لحفظ الأمن. وتوفير سيارات التحقيقات المتنقلة المجهزة لتلقي البلاغات، كما شهدت وزارة الداخلية نقلة نوعية في منظومة العمل الأمني عبر تطوير المواقع الشرطية وتدعمها بأحدث التقنيات التكنولوجية. وتم تطوير عدد كبير من أقسام الشرطة ووحدات المرور، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء نقاط الشرطة على مستوى المحافظات وتطوير عدد كبير من المقرات، والتوسع في إنشاء مراكز الأحوال المدنية النموذجية بمراكز التسوق. وإيماناً بحقوق الإنسان تم تطوير العديد من مراكز الإصلاح والتأهيل وإلغاء السجون القديمة واستبدالها بمباني مجهزة بأحدث الإمكانيات، زي مراكز وادي النطرون وبدر للتأهيل والإصلاح والارتقاء بحقوق الإنسان. قضينا على الإرهاب ورجعت الحياة الطبيعية لأراضينا، وأثبتنا للعالم كله إن مصر هتفضل بلد الأمن والأمان.